Thank you مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حديث الساحل وحلقه جديده وموضوعات ايضا جديده. اعزائي في الفتره الاخيره تكرر استهداف الميليشيات الحوثيه الارهابيه لاشقائنا في دوله الامارات العربيه المتحده. وفي المملكه العربيه السعوديه. هذا الاستهداف العبثي لا يحقق اي نتائج بالنسبه للحوثيين، هم يريدون تعويض التفكك والعزله التي اصبحوا فيها بعد ان منيوا بهزائم كثيره في معارك وجبهات مختلفه. داخل الخارطه اليمنية. الحوثي بهذا الاستهداف ما زال يقامر ويغامر بمصالح اليمنيين وبما تبقى من اقتصاد هش لهذا البلد الذي اكلته الحرب الحوثيه العبثيه اخضرا ويابسا. إذا دعوني أحاول أن أفسر أنا وأنتم هذا الاستهداف الأرعن للإمارات والسعودية بهذا الشكل الوقح والفج التفسير سألخصه في حكاية عمالقة الجنوب الذين حرروا شبوة ومديرية حريب في مأرب ما هي الحكاية وما هي خلاصتها الخلاصة تقول أن القوات المشتركة في الساحل الغربي كانت جاهزيتها عالية انتقلت قبل شهر بالتحديد وبضعة أيام قوات العمالقة الجنوبية من الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي إلى شبوة في مهمة وطنية خاصة لتحرير المديريات التي كانت سقطت بيد الميليشيات الحوثية الإرهابية في وقت سابق من يناير إلى نهاية يناير من واحد يناير إلى نهاية يناير كانت الخارطة قد تغيرت تماما وكان الحوثيين وما زالوا يعيشون صدمة ويحاولوا تفسير ما حدث اللي حصل أن العمالقة في واحد يناير تحركوا في شبوة حرروا منطقة النقوب وهذه النقوبة هي جزء من عسيلان بعد يومين في خمسة يناير تم إعلان تحرير عسيلان كاملةً مباشرة ثلاثة أيام أو ثمانية وأربعين ساعة بالتحديد فقط تم الإعلان عن تحرير مديرية بيحان أيضا ومباشرة في الثلاثة الأيام التالية لهذه الأحداث ولهذه النتائج ولهذا السقوط المتسارع للحوثيين وميليشياتهم الإرهابية هناك تحررت العين هكذا انتهت المرحله الثالثه في عمليه اعصار الجنوب ضمن تكتيك وترتيبات عسكريه كبيره ومهمه وبمسانده التحالف العربي الامارات والسعوديه بشكل مباشر لم يكتفي عمالقة الجنوب بهذه النتائج بل قاموا بمطاردة فلول الميليشيات الحوثية خارج الحدود الإدارية تماما لمديرية لمحافظة شبوة وللمديريات التي تم تحريرها ومن ثم في 11 يناير لاحظوا أنه الآن مر علينا 10 أيام تحررت شبوة في 11 يناير لم يكتفي عمالقة الجنوب بهذه النتيجة كان لابد من تأمين وتحصين هذه النتائج وما تحقق من انتصارات على الأرض فتم تحرير حريف مديرية مأرب جنوب مأرب مباشرة وهي امتداد استراتيجي لمديرية العين حرروا المديرية اخذوا سلموها وسلموا مركز المديريه لاهلها والسلطه المحليه في حريب كان العمالقه وما زالوا يحظون بشعبيه وبكلمات الشكر والامتنان والتقدير لما قاموا به في هذه المهمه العظيمه، قدموا شهداء وهناك جرحى نسال الله الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء وقدموا تضحيات وكانت النتيجه بهذا الشكل. هنا حقيقه الوجع الذي اصاب الحوثيين والذي دفعهم بعدين انهم يحاولوا ان يلملموا صفوفهم ويستهدفوا بصواريخ بالستيه يتم اسقاطها في الجو دوله الامارات والمملكه العربيه السعوديه بدون تحقيق اي نتائج تذكر تماما ولكنهم يحاولوا ان يستعيدوا يعني تماسكهم لانه لم يعد احد في داخل الجمهوريه اليمنيه وفي داخل الاراضي التي يسيطرون عليها متحمس للعمل معهم او للقتال معهم قتل الاف الناس على يعني من المغرر بهم التابعين لهذه الميليشيات الارهابيه، عرف الناس حقيقه هذه الميليشيات اصبحوا في عزله واصبحوا في تفكك والخلافات بينهم كل يوم تزداد ويتسع مداها رغم محاولتهم ان يحتووا هذا الامر بشكل او باخر. اذا هذه هي القصه ودعوني اختمها بتغريده للعميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم قوات حراس الجمهوريه المقاومه الوطنيه في الساحل الغربي حول هذه النقطه ايضا يقول العميد دويد نبارك الانتصارات التي حققها رفاق السلاح علوية العمالقة ونهنئهم بإنجاز المهمة الموكلة إليهم في محافظة شبوة ومديرية حريب وتحقيق أهدافها ونشيد بالملاحم التي سطروها وبتضحياتهم في معركة الخلاص من الميليشيات الحوثية التابعة لإيران إذا انتهت عملية اعصار الجنوب بهذه الانتصارات الكبيرة على يد قوات العمالقة الجنوبية واعلنت تلوية العمالقة اعادة موضعها والعودة الى عرينها في عتق مركز محافظة شبوة وايضا تأمين المناطق التي تم تحريرها في المديرية الثلاث داخل شبوة وفي مديرية حريب جنوب مأرب هذه هي كل القصه وكل الحكايه وكل الانتصارات الجميله التي تحققت هناك بتضحيه هؤلاء الرجال. مشاهدينا الكرام من الساحل الشرقي ما رايكم نرجع للساحل الغربي، الساحل الغربي حيث ايضا تتواصل جرائم الحوثيين وتهديدهم للملاحه الدوليه في البحر الاحمر. خزان صافر منظمه السلام الاخضر مؤخرا وكثير من المنظمات في الحقيقه تحدثت واطلقت نداء استغاثه وتحذير فيما يخص الخطر الكارثي البيئي والاقتصادي والانساني الذي يمكن ان يحصل نتيجه التهالك وعدم صيانه خزان صافر، الخزان عمره 45 سنه ومن 2015 لم يتم صيانته يعني لاحظوا من 2015 الى اليوم من يوم جاءت الميليشيات الحوثيه الارهابيه فسيطرت على الحديدة وعلى بعض المحافظات وهي إلى اليوم ترفض الاستجابة لنداءات أممية بتكليف فريق لعمل صيانة لهذا الخزان سوف يصل الخطر إلى كل الدول المطلة على البحر الأحمر ودعوني لمزيد من التفاصيل حول حجم الكارثة المحتملة لا قدر الله أتحدث مع الأستاذ فتحي عطا مدير عام هيئة حماية البيئة بمحافظة الحديدة أستاذ فتحي مساء الخير مساء النور العافية ما هو حجم الخطر الذي يمكن أن يعني يسببه انفجار أو تسرب أو تهالك خزان صافر العائم في البحر الأحمر أولا مساء الخير اشكر قناه الغد المشرق على الاستضافه واهتمامها بموضوع صافر عبر برنامج حديث الساحل. آه حجم الكارثه ستكون كارثه بيئيه كبيره ومدمره للبحر الاحمر واحتمال يوصل الى الى قناه السويس. وسويس وسيدمر ايضا كمان الـ المياه مياه التحليه اذا كان الاتجاه الرياحي اتجاه السعوديه فيدمر مياه التحليه في السعوديه واذا كان اتجاه عكس فيدمر في الزراعه والبلوجيات والاحياء البحريه كامله في البحر الاحمر لان الكميه ألف 1100 ألف برميل يعني كميه كبيره اخر اخر مليون مليون و ألف برميل نفط خام ايوه نفط خام نعم no. اخر اخر تسرب نفطي في العالم كان ألف برميل يعني هذه كارثه كبيره سوف تصل الى قناه السويس اذا اذا صار التسرب فعلينا ان نتخذ كل الاجراءات من التسرب ومن التلوث البيئي البحر الاحمر سيخسر اليمن ستخسر عندنا لو عندنا بالارقام بالارقام معنا 115 جزيره يمنيه في البحر الاحمر ستفقد تنوعها الجيولوجي معانا عدد الصيادين 126 ألف سيفقدون أعمالهم معانا 67 ألف من الصيادين في الفريدة 168 من الجمعية السيف من تنتهي معانا 850 ألف طن كمية المخزون السمكي في المياه اليمنية تعرض للتلف ومعنا نوع 300 300 نوع من الشعاب المرجانيه التي ستختفي من المياه اليمنيه اجراء النفط الخام لعدم وصول الاكسجين والشمس اليها. نعم. فهذه سوف تعتبر كارثه 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 بمعنى الكلمه استاذ فتحي هل استطيع ان اؤكد معك بان هذا يعتبر نداء تحذير واستغاثه موجه للعالم من هيئه حمايه البيئه في الحديده؟ نحن في البيئه طبعا قد عملنا دورات وندوات ومع الهيئه الاقليميه لحفاظ البحر الاحمر وخليج عدن نعم ولكن نحن نطالب نحشد ونضغط ضغط اقليمي من قبل الدول العضاب بالبيئه والاقليميه للحفاظ على البيئة في البحر الاحمر وخليج عدن على الامم المتحده نعم الضغط الدولي ضد الاعمال العدائيه للميليشيات الحوثيه وبقي التهديد بتفجير خزان صافر النفطي وتلوث البحار بالالغام البحريه التي ينشرها البحر الاحمر حيث جميع الدول والوقوف لحمايه البيئه البحريه اليمن ودول الاقليم المطله على البحر الاحمر فاذا اذا لم يتم الضغط على الحوثيين الضغط دولي جماعي ستكون كارثه غير عاديه كارثه بيئيه بمعنى المقاييس الأستاذ فتحي أنا أعتبر أن هذا كلامك نداء مهم للعالم وهذا هو فتحي عطاء وهذه هي هيئة حماية البيئة في محافظة الحديدة تستشعر هذا الخطر على العالم أن يركز كثيرا على هذه الأطروحات وعلى الكارثة المحتملة جراء الإهمال والمزايدات والابتزاز الذي تمارسه الميليشيات الحوثية حول خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة على بعد 9 كيلومتر بالتحديد أشكر كثيرا الأستاذ فتحي عطا مدير عام هيئة حماية البيئة في محافظة الحديدة شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام سأذهب إلى فاصل وأعود لنستكمل موضوعات حديث الساحل لهذا الأسبوع أهلا بكم من جديد بعد الفاصل الآن موضوعنا مباشرة سأذهب أنا وأنتم إلى مديرية ذوباب من مديرية الساحل الغربي المحررة محافظة تعز مديرية ذوباب ما أهميتها؟ تمتد مديرية ذوباب على امتداد ساحل البحر الأحمر والبحر العربي بمعنى أنها عند في مديرية ذباب تحديدا وجزء مديرية رأس العارة يلتقي البحر الأحمر بالبحر العربي تحدث هناك ظواهر طبيعية سنتحدث عنها في حلقات قادمة لكن المهم هنا أن فريق البرنامج زار المديرية هناك تنمية نعم هناك تنمية هناك احتياجات أيضا هناك احتياجات تحدث الجميع هناك عن دور الهلال الأحمر الإماراتي وهذه حقيقة يشكر الهلال الاحمر الاماراتي في السنوات الماضيه قام بدور مهم. الخليه الانسانيه للمقاومه الوطنيه تقوم بدور مماثل واستكمال انشطه الهلال الاحمر ايضا في جوانب خدمه التنميه في هذه المديريه، ايضا المديريه فيها باب المندب وباب المندب هو المضيق الدولي المهم الذي اكتسب اهميته مباشره بعد حفر وتشغيل قناه السويس في جمهوريه مصر العربيه. اذا نحن نتحدث عن اهم او واحد من اهم ممرات التجاره العالميه في البحار وهو مضيق باب المندب هو موجود في ايضا في مديريه ذبابه. هذه المديريه يعني يجاورها مديرية موزع الوازعية آه، راس العاره والمخا آه، فيها ايضا مشروع مهم اريد ان اشير اليه وهو الطريق الدولي هذا الطريق الدولي مشروع اخي يعني مؤخرا تم الإعلان عن تنفيذه 27 كيلو متر في الخط الدولي الساحلي بمواصفات دولية بدعم من العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية والعميد عبد الرحمن المحرمي أبو زرع قائد الوية العمالقة في إطار دعم قوات المقاومه المشتركه لمشاريع التنميه. اترككم مع ما الذي طرح من قبل مدير المديريه وبعض تفاصيل زياره فريق حديث الساحل لهذه المديريه. تعتبر مديريه ذباب على امتداد الشريط الساحلي من البحر الاحمر والى البحر العربي. توجد في هذه المديريه مضيق باب المندب وهو يعتبر المضيق الاستراتيجي ومضيق عالمي ودولي هذه المديرية تحظى بموقع استراتيجي إلا أنها عانت في الجوانب التنموية والخدمية فعلى سبيل الذكر هناك بعض المشاريع التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة بفضل من الله سبحانه وتعالى وبدعم سخي لا محدود من دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي فعند تولينا هذا مسؤوليه مسؤوليه اداره هذه المديريه تم اعداد مصفوفه احتياجات في القطاع التنموي والانساني والخدمي وعرضوا ذلك تم إحالة هذه المصفوفة إلى الإخوة في الهلال الأحمر الإماراتي وبدورهم مشكورين بدأت عجلة التنمية يدور رحالها من في جميع الجوانب طبعا هناك مشاريع أخرى تنموية برعاية كريمة من الأخوة عميدي التنمية وعميدية الجهاد وعميدية السلاح العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح والعميد أبو زرعة المحرمي القائد العام لألوية العمالقة فتشهد هذه المديرية في هذه الأثناء وفي هذه الأيام إنجاز مشروع استراتيجي وهو الطريق الرابط بين باب المندب ودباب بطول سبعه كيلو وبتكلفه تزيد عن اربعه مليار بالاضافه الي اعاده ترميم وتاهيل مستشفى المستشفى الوحيد الذي يعد لهذه المديريه والذي تعرض للدمار والنهب من قبل ميليشيات العدوان المليشية الانقلابيه الحوثيه اتصالا وفي هذا السياق بهذا الموضوع مشاهدينا الكرام قام وضاح بن بريك رئيس اللجنه التنظيميه للمكتب السياسي للمقاومه الوطنيه ايضا بزياره لمديريه الذباب وتفقد احوال المديريه والتقى أيضا بالناس وكان هناك زيارة مهمة للمستشفى الوحيد الموجود في ذوباب والذي يجب على كل المنظمات وأيضا على الحكومة احنا بننسى الحكومة الحكومة لازم يكون لها دور في هذه المديريات لأن المقاومة والقوات المشتركة وحدها والمنظمات لن تفعل كل شيء مطلوب من الحكومة أن تدعم المجلس, المجلس المحلي في ذباب وأيضا دعم لهذا المستشفى الذي يقدم خدمات صحية لأبناء المديرية وهي مديرية مهمة كما لاحظتم من المعلومات التي قدمناها في هذه الفقرة تحية للأخوة العمال الذين يقومون بواجب لا يقل أهمية عن كل الأدوار البطولية التي يقوم بها أخوانهم وأبنائهم وآبائهم من أبطال المقاومة والقوات المشتركة تحية إلى هؤلاء العمال الأبطال الذين يصنعون بأيديهم واقع جديد وملامح جديدة في التأسيس للبنية التحتية وبناء الخدمات التي سيستفيد منها أبناء هذه المنطقة وأبناء هذه المديرية نشكر الأخ قائد الوطنية على تلبس أحياء احتياجات المواطنين وكذلك تفعيل دور المكتب السياسي لأنه ضرورة وطنية وملحة للظروف التي نعيشها الآن نحن فشكرنا وتقديرنا إننا جميعا أبناء مديرية الذباب لنكون صفا واحدا على المقاومة الوطنية وضد الحوثي ايضا ضمن الزياره التي قام بها الاستاذ وضاح بن بريك لذباب في اطار عمل جميل يدعم التنميه ويدعم النشاط الانساني والنشاط التنظيمي والنشاط السياسي للناس هناك مع المكتب السياسي للمقاومه الوطنيه كان هناك لقاء مفتوح بالشخصيات الاعتباريه والاجتماعيه والمجلس المحلي والاعيان واهلنا وناسنا في ذباب في السوق "السويداء والعُرضي وباب المندب" في لقاء جميل وقيل فيه كلام مهم مشاهدينا الكرام ومن باب الى مديريه المخا مره اخرى وتحديدا في منطقه يختل وهذه المره في القطاع الشبابي والنشاط الرياضي المكتب السياسي ايضا عبر دائره الشباب ورئيس الدائره الاستاذ ابراهيم المزلم قام بتكريم الفريق الفائز في بطوله 2 ديسمبر دوري 2 ديسمبر الفريق الفائز فريق النصر البطوله جميله النشاط جميل يحمل معنى أن هذه المديريات في الساحل الغربي تتعافى وتستعيد الحياه الطبيعيه شيئا فشيئا، هذا امر مهم رأينا في حديث الساحل أن ننقله لكم وللعالم، لنقول انه انظروا عندما يكون هناك استقرار يحدث كل شيء جميل. هذا كان الامر بعيد جدا عندما كانت الميليشيات الحوثيه الارهابيه تسيطر على هذه المناطق، الان يعود الحال الى وضعه الطبيعي، تكريم رياضي جميل ومستحق، وكان لابد لنا ان نلقي بعض الضوء على هذه الفعاليه وهذا الموضوع. تنفيذا لتوجيهات قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي العميد الروح الطارق محمد عبد الله صالح واهتمامه الدائم والمستمر بقطاع الشباب قمنا اليوم بتكريم الفرق الفائزة في دوري الثاني من ديسمبر في حي الزهاري منطقة يختل وإن شاء الله هناك عدة أنشطة سيشهدها الساحل سواء في السباحة أو سباق القوارب أو سباق الهيجن أو الفروسية عدة أنشطة إن شاء الله سيشهدها الساحل في الفترة القادمة وذلك للاهتمام بأبنائنا الشباب ونتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يكون عام خير ونصر لليمن السعيد وكل عام والجميع بخير. نختتم الدوري الرياضي الثاني من ديسمبر على ارض يختل بدعم من القياده السياسيه الحكيمه من مكتبنا السياسي ممثلا بالعميد طارق حفظه الله وبدائرته وبدائره مكتب الشباب والرياضه بقياده الاستاذ ابراهيم المسلم على اختتام الدوري الرياضي بين منطقه عزله الزهاري. والذي تشمل يختل وغيرها من العزل وتم اختتامها بنجاح بإذن الله ونحن مستمرين في القيام العديد من الأنشطة الرياضية والكشفية خلال الأيام القادمة أعزائي وآخر صدر أيضا في هذه الحلقة مرتبط بالرياضة أيضا وبالاستعادة الحياة بأنشطتها المختلفة داخل مديريات الساحل الغربي تم تكريم الكابتن نبيل مكرم آه، لاعب رياضي مدرب آه، محترف له تاريخ كروي جميل ومشرف آه، اليوم يتم تكريمه في مديرية المخا من قبل المجلس المحلي في المديرية وكل الرياضيين وكل الناس ايضا حديث الساحل وعبر هذا البرنامج نحيي الكابتن نبيل ونحيي هذه الخطوه لتكريم الرياضيين وتكريم هذه الشخصيات الشبابيه الجميله التي قدمت تجربه مميزه تعتبر نوع من الالهام لكل شبابنا وللنشئ الذين يحبون ويتعلقون بلعبه كره القدم وبالرياضه بشكل عام. بهذا الخبر اصل انا وانتم مشاهدين الاحبه الى نهايه حلقه حديث الساحل في هذا الاسبوع. سنلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم. تواصلوا معنا عبر الواتساب الخاص بالبرنامج، الرقم يظهر على الشاشه الان، وباذن الله تعالى سنلتقي في الاسبوع القادم بموضوعات جديده ومتنوعه. تحيات فريق العمل، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.